محمد الكارتيري متزوج، عندي 3 ديال البنات وولد، من مواليد مدينة الخميسات، دكالي الأصل، والدراسات ديالي كلها درتها في الرباط في ثانوية الليمون، والجامعية في الرباط في كلية الحقوق. عندي الإجازة في الاقتصاد، كنت موظف منذ سنة 76. من حسن الحظ أنني نهار اللي بديت كموظف سامي، لأنه من بعض المرات العمل كيعطي نتيجة، واستمريت في الوظيفة مع الحفاظ على النشاط ديالي التجاري اللي كنت كنمارسه خارج الإدارة. والحمد لله درت السياسة، بديت السياسة في التجمع الوطني للأحرار، وقع لي سوء تفاهم مع بعض الناس في الحزب، ومشيت للاتحاد الدستوري وترشحت للبرلمان بسمية الاتحاد الدستوري مع كامل الأسف الحظ، ولو أنني غادي نظلمه أنه كاينين الناس اللي ما بغاونيش ندوز للبرلمان. علاش؟ الله أعلم. أنا من الناس اللي أعتبروا من المغاربة رقم جوج، أنا كنتصنف من المغاربة رقم جوج مع كامل الأسف. حنا في المغرب هادشي كنعرفوه. الآن باش نهضرو كيما قلنا، كلشي تأثر، الاقتصاد ديال البلاد تأثر، هادي ما فيهاش المناقشة. الشركات كلاو الدق، واحد العدد ديال الشركات غادي يسدو، ما يمكن لهمش يهزو راسهم، ما يمكن لهمش ولو أن الدولة تساعدهم، باش ما نبقاوش كنكذبوا على أنفسنا. علاش؟ لأنه وصلت واحد المستوى اللي ما يمكنش الدولة تحمل كلشي. لانه الان الدوله، ملي كنقولوا الدوله، ما كاين لا دوله لا محزن. اللي كاين هو صاحب الجلاله، كانت عنده الشجاعه وكانت عنده الجراه باش انه يحدث هذاك الصندوق ويعطي من ماله الخاص اولا، عاد تبعه بعض الناس وبعض المؤسسات. ولكن لو كان ما كانش، انا اللي كنتخيل هو انه لو كان ما كانش المبادره الملكيه، وقيل كل راجل مقابر امره، لو كان ما كانش صاحب الجلاله، وكان في الحكومه لم تفكر في يوم في الايام في الجائحه. لان احنا عندنا حكومه اللي كتجي من بعد، ماشي حكومه استباقيه. احنا ما عمر كانت الحكومه كتفكر انه غادي تجي شي جائحه، كانت الحكومه ديما كتضرب حسابات الانتخابات ديال 21، هذا هي المصيبه عندها. ولكن احنا بالنسبه لنا كمغاربه كنقولوا انه هذا اللي قدر الله، خصنا نامنوا بالقدر الله سبحانه وتعالى، لان لو كان بغى يحبسها الله سبحانه وتعالى ما غادي يجيبوها لا الصين ولا امريكان. ولكن بما انه كاين هذا الوباء، الله سبحانه وتعالى، ولكن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولكن اللي مهم في هادشي كله، خصنا كيفاش غادي نخرجوا؟ خصنا ما بعد الجائحه، واش غادي نستافدوا ولا غادي نتسناو شي كورونا واحده اخرى؟ خصنا نستافدوا ولا اشنو هيئنا؟ لان انا كنشوف دابا باش ندخلوا باش نواجهوا كورونا، لو كان صاحب الجلاله كنا غناكلوا العصا، كلو كان مشينا بحالنا. الملك ديال البلاد الله ينصرو بحال في جميع المناسبات، لان الملك لو كان ما عتقناش في الربيع العربي ودار دستور جديد وتخلى على واحد عدد الاختصاصات الرئيس الحكومه وكذا، كنا كلينا العصا. الا جينا نعولوا على الحكومه بعد تجي شي جائحه لا قدر الله، راه مشينا في حالنا. لان راه الملك ديال البلاد هو بشر اولا وقبل كل شيء، وراه ما غيمكنلوش يتحمل اكثر من الطاقه ديالو. ولهذا كل واحد فينا كان خصو يلعب الدور ديالو. مع كامل الاسف الحكومه ديالنا، انا كنشبهها بفريق ديال كره القدم، هاوي، حكومه هاويه ماشي حكومه احترافيه. وهذا الشيء منين جاي؟ انا ماشي اول مره كنقولوا عندكم في هذا المنبر ديالكم المحترم، قلتوا في السابق، هو ان مشكلتنا كلها جايه من انعدام الكفاءه في تحمل المسؤوليه. الناس ما كيستحقوش المسؤوليه، وكتجيبوهم عن طريق السياسه وعن طريق الديمقراطيه وعن طريق الهضره، ديك الهضره الواعره وكذا. وفي الحقيقه هما اللي وصلوا البلاد لهذه الحاله، وما قادرينش. راه الحكومه الان راه مغطيه غير في الظل ديال الملك ديال البلاد،
راه الحكومه المغربيه ما قادراش تواجه هذه الجائحه. وانا تنقول لك لو كان ما كانش المبادره ديال الملك الله ينصره راه حنا كنا مشينا فحالنا. وهادشي ماشي انا كنقول، علاش ملي كنقولوا الحكومه، الحكومه شكون هو؟ الحكومه راهم مغاربه. منين جايين؟ راهم جايين من المجتمع المغربي. شكون اللي صوت عليهم ووصلهم؟ حنا اللي وصلناهم. اذا الا كان شي واحد اللي خاصو العصا راه حنا اللي خاصنا العصا، باش ما نبقاوش دائما تنلوحوا المسؤوليه. ولكن رغم ذلك هاد الناس الا وصلتوا كيخصكم تقوموا الواجب ديالكم، الى وصلتوا تيخصكم تعرفوا انه راه الناس اللي وصلكم كينتظروا منكم شي حاجه. مع كامل الاسف هنا الجانب السلبي ديال كورونا في العلاج ديال كورونا باستثناء المبادرات صاحب الجلاله والمجهودات اللي دارت على المستوى ديال الصحه والمستوى كذا، راه كان واحد المشكل كبير على المستوى ديال 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 الحظر ديال الحجر الصحي. انا غنجاوبك جوج ديال كاين الشق الاول، هو الا بقات الحاله غاديه على ما هي عليه بالمسؤولين بهذا المستوى وبالعقليه اللي هي كاينه، المغرب غتضربوا تلافه حافظين، هذه ما فيهاش النقاش. ولا تحتاجوا الى ارقام، لان الحكومه مريضه بالارقام. الحكومه دابا كتاخذ ملي كتبغي تغطي على شي مصيبه كتبدا تجبد لك شي رقم ديال كذا، هذه فضينا. كيفاش خاص المغرب يكون؟ انا اعتقد انه تيخصنا نوقفوا بحال اللي وقفتنا الكورونا، خصنا نوقفوا، خصنا المواطن كل شيء يحبسوا وننطلقوا انطلاقه جديده على اسس جديده. سيدنا اعطى تعليمات باش يكون نموذج تنموي جديد، مزيان. هذاك النموذج التنموي الجديد تيخصو ياخذ بعين الاعتبار المواطن المغربي. اي نموذج الا ما كانش في المحور ديالو المواطن راه حنا ما نزيدو. ملي كنقول المواطن، هو المواطن خصنا نرجعوا ليه كرامته. المواطن خصنا نرجعوا ليه الثقه. دابا المواطن ما كيتيقش في المؤسسات ديالو، المواطن ما كيتيق لا في برلمان لا في حكومه لا في مجالس، ما كيتيقوش. ولكن ماشي لخاطرهم، ماشي اختيار. علاش؟ لانه الممارسات اللي كانت هذه سنين هي اللي وصلتهم لهذه الحاله. اولا تيخصنا نرجعوا هذه اول حاجه، هو ترجع الكرامه للمواطن ونتعاملوا معاه كمواطن صالح. كمواطن صالح، كاين اللي غادي يقول لك ودابا المغاربه دايرين والتربيه وكذا، هذيك راه هضره خاويه. نهار اللي تكون المؤسسات تقاد راه يمكننا ناثروا على الشعب، لانه الشعب الا ما لقى شيء الفجوه من يدوز فين يكون التخربيق راه غادي يشد الطريق ديالو. اذن هذه النقطه الاولى، خصنا كرامه المواطن والثقه ترجع للمواطن. ثانيا كاين بعض الممارسات خصها تحبس، لان هي من المسائل اللي هي اخطر من الكورونا. راه الكورونا راه ساهله، الكورونا ما تقتلش، شو داك الشيء قليل على حد، ولكن يقتل هو القهر. واحد الريع مثلا، واحد كيدي الملاير في الريع كيستافد من الريع، وواحد كيموت بالجوع، شكون اللي خطر؟ كورونا ولا هذا؟ راه هذا اخطر من الكورونا. ولهذا كيخصنا نقطعوا مع الريع، خصنا نحبسوه، خصنا نحبسوه مع المحسوبيه ونتعاملوا مع المغاربه كلهم بحال بحال. واحد المواطن مغربي مسكين، فلاح ولا تاجر ولا موظف عادي، كيولد واحد الدري وكيبدا يقريه، ولا واحد البنت يبدا يقريه، على اساس انه واحد النهار حتى هو يتمتع بالمسؤوليه ويوصل للمسؤوليه. ما كاينش، ما يمكنلكش. وهنا نعطيك انا كنموذج باش تكوني مطمئنه مع راسك. انا عشت، انا كنقول هادشي لانني عشتو، حيت اجتهدت وفضلت وفضلت وفضلت، وفي الاخر نهار بغيت نترشح لرئاسه الجامعه قالوا لي الله يخليك صح الترشيح ديالك، راه سيدنا عنده مرشح اخر. هما ولاو كيستعملوا الكلام الكبير والكلام الواعر، ما كيهمش. انا كنامن بالله سبحانه وتعالى، ملي ما كيبغيكش توصل لشي حاجه راه ما كتوصلش ليها، يديروا اللي بغاو. ولكن حنا خصنا نقطعوا مع هادشي ديال المحسوبيه. علاش؟ باش نردوا الثقه للمواطن. نردوا الثقه اولا ملي غنشوفوا الناس مثلا مشاو ولدي وولد الاخر وولد الاخر مشاو باش يخدموا، خداو الاحسن، خداو الاحسن، ماشي خداو هذاك لانه ولد فلان ولا هذاك لانه ولد فلان. وهذه الثقه في المؤسسات خاصها ترجع. وملي كنقول الثقه في المؤسسات ديالنا، اولا تيخص الثقه ترجع في الاداره ديالنا. وهذه المشاكل هذو راه سبقنا سيدنا ليها، راه سيدنا هضر على هذا الشيء، راه سيدنا حس بالخطوره ديال هذا الشيء قبل ما نحسوا به حنا، وهضر على الاداره كيفاش دايره، وهضر على التعفن ديالها، وهضر على السياسيين كيفاش دايرين، وعلى المستوى ديالهم الهزيل، وهضر على الحكومه والناس. شحال مره يجري على وزير جوج؟ بقينا حنا كنزرعوا على الوزراء، علاش ما نديروا شيء؟ هنا الان توزعت، هنا غادي نوصل لك للمسؤوليه، لانه يمكن لنا نصلحوا، ولكن الى بدا الاصلاح من المسؤوليات كان يكون اسهل. مسؤوليه ما توصلش انت باغي تكون وزير، ماشي غتفيق الصباح ولانه نسيبتك فلانه تصبح انت وزير، ولا نسيبك فلان، ما يمكنش. كيخص هذيك توزرت نوصلوا لها عن طريق الان. كاين واحد المثال كبير بدو قداش، ها
هذاك الاستاذ السلاوي اللي الان على قمه لسميتو الهرم ديال المسؤوليه ديال المكافحه ديال غير لو كان كنبقىنا في المغرب هذاك ما يمشيش حتى يقدم الحومه. هو دابا الان في قمه الهرم والاخر الود غيري والاخر والاخر، علاش؟ لانهم مشاو على برا، لانهم خدموا على برا وقراوا على برا. هنا ما يمكنش، هنا مازال ما يمكنلكش تكون في المسؤوليه ديال المغرب وتحمس ديال المغرب الا ما كنتيش عندك منطقه ديال النفوذ، الا ما كنتيش مناسب مع شي واحد، الا ما كنتيش كذا، الا ما كنتيش كذا. وكيفاش بغينا نزيدوا؟ حنا غنزيدوا بالمنسوبيه ولا غنزيدوا بهذاك صاحب فلان وهذاك ولد فلان؟ غنزيدوا بالكفاءه. الكفاءه، واللي عنده الكفاءه مرحبا به. اذا خصنا نوضعوا مقاييس للمسؤوليات، ماشي غير توزات، في توزات في البرلمان في جميع المؤسسات كيخص يكون، وتتلقى واحد زرق زرق مثالي، وتيكون في القمه ديال المسؤوليه في واحد البال شروط باش يمكن لك توصل كمنتخب لا محلي ولا على مستوى البرلمان، ما يوصلش اي واحد. وملي غادي نديروا هذا النموذج السياسي الجديد اللي غادي يحبس من هذا النزيف، من هذا النزيف ديال الفلاس، راه المؤسسات ديالنا المستوى ديالها غيطلع. دابا المؤسسات ديالنا هنا اش كتلعب؟ اش من دور كتلعب؟ راه كاين بعض القوانين كدوز في البرلمان كدوزو كيشوفو كيصفقو كيمشيو في حالتهم، ما عارفينش علاش كيز هذا. ولهذا خصنا نصحوهم. اش ديال المؤسسات علاش دات؟ علاش كلشي كيغني بالديمقراطيه؟ ملي كتهضر معاه كيبدا يقول لك الديمقراطيه والاحزاب وكذا. اسيدي شنو هي الديمقراطيه؟ خصنا غنتفاهمو. واش الديمقراطيه خصها توصلنا لما هو احسن، ولا الديمقراطيه تعيشنا في المشاكل؟ ولهذا حنا خصنا نحبسوا. اول خصها دار شروط وماشي عيب. باغي تكون برلماني خاص يكون عندك مستوى ثقافي كذا، خاص تكون عندك السيره ديالك كيف كذا، خاص كذا كذا. والا عطيتي شي ريال في الانتخابات تمشي للحبس. حتى واحد ما غيبقى يجي. فحنا دابا موالين الفلوس كيدوزوا كيدردكم. كيدوز هذا العام ودوز العام الجاي ودوز العام الاخر. انا كنعرف ناس كانوا حبسوهم كيبيعوا الحشيش وردوا ورجعوا ترشحوا ودازوا. شنو المعنى ديال هذه زعما؟ شنو؟ بمعنى ان كاينه سلطه المال. خطيره سلطه المال. رانا قلت لك القران راه جات فيه الايه على موالين المال. ولهذا احسن ما يمكن يدار هو نوقفوا بعدا. نوقفوا ونبداو كنتذكروا كيفاش نبداو نعالجوا القضايا ديالنا. داك الشيء القديم راه ما بقاش خدام. داك النموذج الفرنسي اللي كنا كنقلدوه راه ما بقاش خدام، راه فرنسا براسها راه عايشه في المشاكل. ولهذا خصنا نشوفوا النموذج المغربي انطلاقا من الواقع المغربي. لانه حنا الان راه حنا كنتصرفوا في المدن وناسين البوادي، ما داخلين هما كاع في هذه الحسابات وهذه الاعتبارات. المدن الموالين الباديه مسكر عايشين في تماره، راه مازال الراجل كتقرصو عقرب وكيموت، كيلقى شي الدواء، مازال المراه كتكون جايه غا في الطريق وكتولد غير فوق البغل حاشاكم. كتولد غير فوق البغل. هاد الناس هادو راه داك النموذج التنموي الجديد، مع العلم انه سيدنا راه كان سبق في الخطابات ديالو، سبق وعطى اشارات باش الناس تستافد، ولكن الحكومه مكلخين ما كيفهموش. وشحال هادي باش هضر سيدنا وقال لهم خاصكم ديروا طبقه متوسطه في الباديه. راه شحال هادي باش خطب سيدنا وقالها؟ ما كاينش، حيت هما ما عارفينش اش قال سيدنا، ما فاهمينش اشنو قال. عندهم شنو فاهمين؟ هما فاهمين 21 خاصني انا نجيب 100، انت تجيب 20، انت تجيب 30، تجيب. واش البلاد غتزيد هكا؟ اذا هذا الشيء كله اللي بغيت انا نوصل ليه، باش اللي بغيت ناكد عليه، هو تيخصنا من بعد كورونا تيخصنا مغرب جديد باستراتيجيه جديده باهداف جديده. وبارك من ديك عطي المسؤوليه لهذا. المسؤوليه ما خصهاش تبقى تعطي لانه فلان صاحب فلان ولا ولد خت فلان. المسؤوليه خصها تعطى الناس اللي عندهم الكفاءه، وهذوك اللي عندهم الكفاءه يحطوا اهداف، يدير اهداف فين بغى يخدم وفين بغى يوصل. والا ما وصلش للاهداف ديالو يحط له اوراق ويمشي بحاله. راه لا يعقل انه الناس ما عندها حتى اهداف، ما عندها حتى استراتيجيه، ما عندها حتى خطه، وراها جالسه كتحمل المسؤوليه وكتصرف في المصير ديال 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 المغرب. ولهذا انا كنظن ناخذوا غير الخطب ديال سيدنا، راه يمكننا نديروا منهم خريطه ديال طريق، وراه جاب واحد الاعداد ديال الاشياء، ولكن سيدنا راه خصو يتعاون. راه يكذب عليك الكذاب، سيدنا الا بقى بوحدو هكا راه غادي يعيط، هو راه بشر، خصو يتعاون. وباش غيتعاون؟ بمؤسسات. راه ما يمكنش الملك ديال البلاد حتى هو يجي للشارع ويتلقاو ليه. الناس كيتسناو في الخميسات كلهم هازين الجوات، غير كيسمعوا الخبر الملك غادي يجي للخميسات، كلشي هاز الجوا كيتسنى باش يجي يعطيك. واش الملك غادي يبدا يحل المشاكل ديال المواطنين العاديه؟ مع العلم انه كاين مشاكل اللي فيها الظلم، كاين مشاكل اللي كتهم المواطن اللي من حقه. ولهذا خصنا بركه، خصنا نحبسوا من هادشي، وخصنا غير نستافدوا. شو غير كورونا اش دارت فينا؟ راه لا قدر الله بقينا غاديين في هاد الطريقه يمكن تجي شي كورونا عندها الكرون، هادي واقيلا راه غير فرطاسه.
ولهذا الله يلطف بنا. انا الرساله ديالي للشباب وهذا الشيء كنت كنهضر فيه مع واحد المجموعه ديال الاصدقاء وكنهضروا عليه، اولا ما خصناش نمشيو مع التيار، كاينه الازمه كورونا كذا، خصنا نخليو رجلينا في الارض. في الوقت ديال الازمات فين خص الانسان يكون رزين ويكون بعقله، التهور ما صالح شيء. لان كنشوف انا غير في مواقع ديال التواصل كنشوف بعض المناطق كيفاش كيجيو كيفاش كيبقاو يدرزوا مع المخازنيه ومع البوليس وكيفاش هما كيجريو عليهم كيقولوا لهم. اول بغيت نقول لهم واحد القضيه، راه الفهم ديال كورونا خاطئ بالنسبه لواحد المجموعه ديال المغاربه، نقدر نقول لك 90%. اولا كورونا ملي خرجوا الناس وقرروا الحظر الصحي راه ماشي حظر داروه باش يضربوا المغاربه، راه داروه لمصلحه المغاربه. غير هو التعامل، انا قلت لك التعامل ديال بعض الناس هو اللي كيوحي على انه احنا جات هاد كورونا غنديروا لكم كذا، غندخلك انت ونطير لك راسك. لا، راه كورونا هذاك الحجر الصحي جاء لصالح المغاربه. كاينين بعض الشباب الله يهديهم اللي كيعتقدوا انهم فوق هاد الاوبئه وكذا وكذا، ما مع الاسف اللي كنقول انا هو خاص هاد الشباب يجلس الارض. اش بغينا؟ خصو يطرح سؤال على نفسه، فين بغينا نوصلوا؟ وراه داكشي اللي بغينا نوصلوا ليه كنساهموا فيه كلنا، راه داكشي اللي غنبنيوه هو اللي غنسكنوا فيه. اشنو بغينا؟ واش بغينا بلادنا تكون بلاد كتسم بالاستقرار وكتسم بالامن وبالامان؟ راه خصنا نبدلوا السلوكات ديالنا. التهور ما بقاش عنده بلاصته، التهور ما بقاش، تيخص اي حاجه نديروها كيخصنا نديروها محسوبه. علاش؟ لان خصنا نشوفوا حنا رانا عايشين في العالم، شوفوا ناس اخرين كيفاش عايشين في العالم، وشكون اللي وصلهم لداكشي؟ تطور. مهما كانت الحده ديال المشاكل تيخصنا نحاولوا نحلوا المشكل، وما نحاولوش نحلوا المشكل ارتباطا بالاشخاص، لان الاشخاص كيدوزوا، ولكن انت داكشي اللي كديروا راه تيبقى. اذا الشاب تيخصو يقول فين بغيت بلادي توصل. الا بغينا بلادنا تكون مزيانه وعايشه في واحد النوع ديال الاستقرار واحد النوع ديال الامان، نبدلوا الخطه ديالنا ونحاولوا نقلبوا على الفائده. الانسان يقلب الفائده. انا غير هذه السيمانه واحد الشاب زعفان على كل شيء، والدوله وما دارت لينا شاي وينعل وكذا وكيسب وهذا وهذا، خليت حتى سالت تجي ولدي الله يهداك نهضر معك. قلت له كيف شنو بغيتي الدوله دير لك؟ ما كاين لا خدمه، ما كاين لا كذا، ما كاين لا مساعده، ما كاين. قلت له انا نسولك واحد السؤال، اش درتي انت براسك بعدا قبل ما دير لك الدوله؟ قال لي كيفاش قريتي انت؟ قلت له مشيتي قريتي، مشيتي خدمتي في شي حرفه واجتهدتي، مشيتي. قلت له انت ملي كتخرج كتقول لامك تعطيك باكيه الكارو وتخرج للشارع وكتسب. قلت له راه انت خصك تسب براسك، لان انت ما درتيش لراسك. فبالاحرى الدوله دي، شكون هي الدوله بعدا؟ كتهضر على الدوله، كنهضروا على الدوله بحال شي واحد هز شي شكاره وقال شي قنت كيفرق في الفلوس. شكون هي الدوله؟ الدوله مؤسسه كتنظمك انت وكتنظمني انا وكتنظم واحد العدد. ولكن الانسان قبل ما يعاتب الدوله من حقه يعاتب الدوله، ولكن ملي كيكون هو قام بالواجب ديالو، هو ملي هو كيلعب الدور اللي خصو يلعبه كانسان كعضو في هذا، ويختار اش من وضعيه بغى يكون، واش بغى يكون عضو منتج وصالح ولا بغى يكون عضو طالح وغير منتج. بقيت عليه في الاخر تقريبا بحال اللي اتفق معايا. قلت له ولدي شوف، راه الدوله شحال غتعطيها الدوله في نظرك انت؟ واش عندنا في راسك راه حنا عندنا 40 مليون ديال المغاربه؟ واش 40 مليون ديال المغاربه غتكلف بهم الدوله كلهم؟ راه ما يمكنش. راه انا كنخدم وانت كتخدم والاخر كيخدم، وانا كنهز شويه الحمل، انا كنخدم معايا شويه الناس، الاخر تيخدم شويه الناس، وانت من جهتك كتخدم. قلت له حنا انتوما عندكم واحد القضيه في المغاربه من واحد النسبه كبيره، كيمشي يخدم عند واحد ماشي كيعتبره كاب كمورد الرزق ديالو، كيعتبره كعدو، كيخدم معاه اليوم غدا كيدير ليه النقابه وكيوقف ليه في الباب. هاد العقليه السلوك راه ما بقاش، وهذا الشيء داخل خصو يدخل في اطار النموذج التنموي الجديد. خص هاد شي قضيه ديال النقابات مع العمال وكذا كياخذوا مول المحل هو العدو ديال، لا، خص النقابي والعامل والمشغل خصهم يعتبروا ان المحل هو ديالهم، مؤسسه ديالهم. الا كانت غدا تضر خصهم هما ينوضوا يحافظوا عليها ويقلبوا ليها كيفاش ما تضرش هي. ولهذا هاد الشيء كله دخل. شوف راه كاين ما هو سياسي وما هو اقتصادي. الاجتماعي يصعب الحال، لانه واحد الفئات من المجتمع اللي خرجنا عليها بتعليمنا المفلس وبالاسلوب ديالنا اللي كنا بالتدبير ديال الشان العام وواحد العدد ديال الممارسات من الرشوه وتحيد هذا رزقه وتحيد هذا بلاده وتحيد هذا الشيء خرجنا. انا كنت كنقول دائما
تحولنا الى مصنع ديال الزعفانين، حنا اللي صنعنا هاد الزعفانين بالاسلوكات ديالهم كذا. دابا كيف ما كان الحال ما غنقولوش ديال ما لا يدرك كله لا يترك جلوه، نوقفوا ونحاولوا نوصلوا ونحاولوا المشاكل، ولكن راه المساهمه ديال الشباب في المستقبل، لانه المستقبل راه هو ديال الشباب. الانسان اللي هما كبار راه محبوسين، ولكن الشباب الان الى غير الا دار شي حاجه مزيانه راه غادي ينعم بها في المستقبل، ولا دار شي حاجه خايبه راه غادي يتكرفص في المستقبل. ولهذا الشباب خصو يتحمل مسؤوليته بدءا بالانتخابات. تخص الثوره ديال الشباب تكون في الانتخابات، وانهم خصهم يوقفوا هاد الناس اللي كيجيو يشريو الناس بالفلوس واللي معروفين، وراه في المواقع دابا تشوف فيهم دابا ولات بالهلالي داكشي بالملاير وكذا، وهذا دا المارشي عطاه لخو والاخر داه لصاحبو والاخر دار لمرتو شركه والاخر دار هادشي، خصو يحبس. والدوله راه كتشوف هادشي، واش ما عندهاش الجراه؟ انا ما عندهاش الجراه. الدوله غير كفاءه باش يمكن لها تحبس هادشي باش ترد الثقه للمواطن. الشيء اللي كنحبسوا غير الناس اللي كيديروا هاد المشاكل، الشباب غيولي عنده امل في المستقبل. كلمة أخيرة هو غادي نعطيها لكم ديالكم، لأنه حقيقة أنا كنشكركم، لأنه باش تنقلوا وتجيو حتى لعندي للخميسات لهذه المدينة البائسة، راه شفتوا دايزين بالطوموبيل ديالكم، راه شفتوا مدينة كي دايرة مسكينة ما كاين والو. الكلمة الأخيرة هو أنني كنتمنى أن هذا القطاع ديال الإعلام حتى هو توقع فيه واحد الثورة، لانه حتى هو راه ما سالمش من هاد المشاكل اللي كنت كنهضر عليهم، راه ما سالمش. وخاصه انني خدت انا واحد التجربه في واحد الاذاعه، نقدر نقول لكم على انني اكتشفت واحد العدد ديال الاشياء، وراه لا يعقل ان الاعلام يتطلق على عواهنه، خليه يدير اللي بغاه، ونبداو نعطيو اذاعات للناس اللي ما يستحقوهمش باش يبقاو يتبايعوا ويتشاراو بهم. راه الاعلام عنده دور، راه رسالته نبيله، ماشي انا اللي غادي نقريها لعباد الله، رساله الاعلام رساله نبيله، راها تعتبر سلطه رابعه. وباش غتكون سلطه رابعه؟ بنغطي على هذا وندير الخطوط الحمراء لهذا وهذاك حين صاحبي وهذا، وبالعكس دابا الان كاين بعض انا كنستغرب، هو انه كاين بعض الناس جراو عليهم من المسؤوليات ديالهم كيلقاو ملجا في الاعلام. شنو هنا مصالح وهنا غتصلح، مع العلم انه الاعلام هو اللي كيخص يكونوا فيه الناس اللي هما صالحين، لان الاعلام هو اللي كيحاول يصلح الناس ويربي الناس على الفضيله. وانت تجيب الناس اللي هما جارين عليهم وتتقول لهم صلحوا، فقدوا الشيء لا يعطي. ولهذا الاعلام انا كنت قلتها واحد النهار ما عجبتش واحد هاد الناس، غنعاود نقولها، راه كاين الريع الاعلامي لا بد وان يحارب. باي حق انت بغيتي دير يعطوك انت اذاعه ولا يعطوك تلفزيون؟ باي حق يعطوك اذاعه وتلفزيون؟ شنو الشروط اللي فيك اللي عندك؟ مازال نشوفوا واحد الكفاءات، واحد الناس مثلا نشدوا هذا ديال سميتو المنبر ديالكم ونتبعوكم سنين، انتم خدامين وكتخدموا وكتشتغلوا وكذا، نقول اه هاد الناس هادو راهم خدامين المصلحه العامه، اعطيوهم ترخيص. اما غنجيو لانه فلان كيعرف فلان ومشى تكى على فلان ولا فلانه ولا هذا من هنا ولا هذا من اللي عطيه، وكتعطيو كيبدا يبيع ويشري، لان هذيك راه هذاك اكبر غدر ديال الشعب، هو انك تعطي واحد المنبر اعلامي لواحد الناس اللي كيبيعوا ويشريوا، مع العلم انه كان خصو يبنيو. راه تيخص الاعلامي انا ملي نشوف كتبتي اللي تخرج هاد البجله المحترمه، ملي يخرج شي مقال اللي هو كيعري على المشاكل ديالي، تيخصني من الناس ما نشوف، وماشي تخرجي البندير ضرب البندير، راه بزاف هاد التبندير، هذاك التبندير راه هو اللي وصلنا فين ما وصلنا اليه. وهكاك دابا ناس كاينين عندهم في الاعلام اللي تيبدا يهضر معاك، عندهم منابر اذاعات ديالهم اللي تيبدا يهضر كانه كيهضر معاك شي رئيس حكومه، السي فلان وجلست مع السي فلان وقال لي السي فلان، اش من السي فلان ولا فرتلان؟ الاعلام لا علاقه له بالسي فلان ولا السي فرتلان، الاعلام رساله ويعالج المواضيع ماشي الاشخاص. مع كامل الاسف راه كاين واحد العدد ديال المنابر الاعلاميه في خدمه الاشخاص، وما دامت في خدمه الاشخاص الاعلام لن يكون بخير. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.